أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لا شك أن العين حق، فهل في الخوف منها؟ أما العين فإنها حق بلا شك. هل في الخوف منها شيء محرم قد وشيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين. فالعين حق بلا شك، وهذا من آيات الله أن يجعل في بعض الناس شيئا من الحساسية والحسد، إذا نظر إلى شيء تأثر بنظره من حسده وشره، نظرة مسمومة والعياذ بالله. فهذا يتقى بالاستعاذة بالله عز وجل والتوكل على الله، لأن بعض الناس يصاب بشيء من الوسوسة ويعتبر كل شيء فإنه يصاب به، وأن كل شيء أصابه فإنه عين أو سحر أو غير ذلك أو جن. الأمراض كثيرة والآفات كثيرة، ما هو كل شيء سحر ولا كل شيء عين ولا كل شيء جنون، الأمراض كثيرة. ولكن على الإنسان أنه يعالج إذا أصيب يعالج بالأدوية المباحة عند الأطباء، ويعالج كذلك بالأدعية والأوراد الشرعية والآيات القرآنية. الله جل وعلا حفظ المسلم وصانه بالذكر، بذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله يحصن الإنسان، يحصنه من أعدائه من شياطين الإنس والجن. الذكر حصن حصين للمسلم، وإنما يصاب إذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، مع عظيم التوكل على الله جل وعلا وقطع الوساوس والهواجس. توكل الإنسان على ربه ويمضي في شؤونه ويقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أما أن يخيل إليه أن كل شيء سحر، كل شيء نفس، كل شيء جنون، كل شيء من إصابة فلان، فهذا من وساوس الشيطان. نعم.